الحمد لله الذي حقق الآمال، الحمد لله الذي حقق آمال الشعب السوري وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم ووحد بين دولتهم. الحمد لله، فبعونه وبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة. كان يوم إعلان الوحدة أحد الأيام الغر في حياتي، ملأ بالمسرة قلبي لأنها المحطة الأولى في طريق الوحدة الإسلامية الكبرى. كنت أشعر بأنني في حلم، ولكن الذي ينهض من المنام تطير من يده الأحلام. أما هذا الحلم فقد انقلب إلى حقيقة ماثلة أمامي أحسها وأعيش فيها كأنني قد انتقلت إلى الجنة التي تتحقق فيها الأماني. ولكن لما شهدت منظر بيعة عبد الناصر رئيسا وتنحي القوتلي وعودته رجلا عاديا، ورأيت كيف عومل، شعرت بشيء من الأسى. لا لأن المصريين حكموا سوريا، فطالما حكمت مصر الشام أياما طويلة من تاريخنا، وطالما حكمت الشام مصر وغير مصر قبل ذلك، والمسلمون أمة واحدة وإخوة في أسرة واحدة، فلا فرق لدينا أن يحكم مصري أو شامي. ولكننا رأينا بوادر جعلت تبدو لنا ما كرهتنا بالوحدة لذاتها، بل لهذه الأعراض التي علقت بها. لما زار عبد الناصر دمشق أول مرة، استقبلته دمشق استقبال الأبطال الفاتحين، واحتشد أهلها حول قصر الضيافة ساهرين منتظرين، يرتقبون أن يطلع النهار فيطلع الرئيس عليهم فينظروا إليه، يجدون رؤيته التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر. كانوا يأملون أن يجدوا على يديه الفرج بعد الضيق، يحسبون أنه سيعيد عليهم عهد أبي عبيدة وخالد لما دخل الشام فأنقذ أهلها من ظلم الرومان، وأنه سيدور الزمان حتى يعود كما كان في صدر الإسلام. فتبين أنه لم يكن حكامنا مثل الرومان، ولا كان عبد الناصر كأبي عبيدة وخالد، وأنها لم تمر إلا شهور معدودات حتى أذابت شمس الواقع التمثال الذي صنعناه من ثلج الأماني، حتى طلع نور النهار فمحى ما أبصرناه في أحلام المنام. قلت لكم إني لم أكن في موضع من يرى الخفايا ويكشف الأسرار، وإنما كنت واحدا من غمار الشعب، وإن كان لي قلم بحمد الله، وكان لي لسان، وكان لي فكر وجنان، فكنت أسمع خطب الرئيس تذاع، وهم على عاداتهم على أيام عبد الناصر يحشدون لسماعها البشر، يجمعون المصفقين والهاتفين، وكانوا يدعون المشايخ والقضاة ووجوه الناس لمواقف الاستقبال والوداع حتى يأخذوا صورهم فينشروها في الجرائد. أما أنا فما استجبت لها وهربت منها وتمردت حتى نجوت. وقد عرفتم في هذه الذكريات أني لم أخرج لما كنت قاضيا في القلمون في النبك لاستقبال الشيخ تاج، وهو خال زوجتي وشقيق أمها، وهو ابن شيخ الشام الشيخ بدر الدين الحسني، ولا لاستقبال شكر القوتلي وهو زعيمنا أيام النضال، وهو قائدنا في العمل للاستقلال. أفأخرج لاستقبال عبد الناصر؟ لقد كنت أستمع إلى خطبه التي يلقيها في مصر وتذيعها الإذاعات، فأسمع وعودا حلوة تسر وترضي ثم تذهب وتمضي بلا وفاء، وأسمع ما فيه تحريف للواقع وتبديل لما نراه ونشاهده، ولكني أشهد مع ذلك أنه خطيب على عمية أسلوبه وعلى ركاكة لفظه، خطيب من أعظم الخطباء. وهل الخطيب إلا الذي يلعب بألباب السامعين فيوجهها حيث يريد ويجعلها تقتنع بما يقول؟ وكذلك كان عبد الناصر.